من الحاجات الحقيقة اللي بتتقال كانت مغلوطة الحقيقة حتى عند بعض الزملاء، وأنا حتى كنت منهم يعني مش بس كده، إن عملية تصحيح الإبصار بالليزر أو الليزك ممكن ينتج عنها قطع في أطراف الشبكية وبالتالي بيبقوا عرضة أكتر للانفصال الشبكي. الإجابة لا. الحقيقة من أكبر أطباء الشبكية جم وحضروا مبارح وعملوا إحصائيات شديدة وقوية جدا، لا علاقة أبدا بين عمليات الليزر والليزك والانفصال الشبكي، وأثبتت الدراسات أن العامل الوراثي هو الأكثر، ولا علاقة للأرقام في هذا الموضوع. أرقام يعني إيه؟ يعني أنا لو أنا عندي مريض عنده ناقص 20 والشبكية بتاعته أطرافها سليمة وليس عنده العامل الوراثي في ان ينتج عنه انفصال شبكي يبقى زيه بالضبط زي ناقص واحد، بل بالعكس. خلينا ناخد واحد تاني عنده ناقص 3 درجات، عنده اطراف الشبكيه فيها ضمور او عنده عامل وراثي موجود، ده لازم يتعالج اهم من الناقص 30 ناقص 20. فالقصة كلها فحص قاع العين وأطراف الشبكية بوضع قطرات توسيع خاصة في المقاسات الكبيرة ضرورة جدا، وسؤال المريض إذا كان عنده تاريخ مرضي في الأسرة لانفصال شبكي ولا لا. لكن الليزر والليزك لا يزيدوا نسبة الإصابة بقطع في شبكية العين والانفصال الشبكي.